أهلا وسهلا في قناة اليوميات. صح 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 نايمين نايمين. طبعا اليوم بصوركم فلوق من فلوقاتنا الحلوة، لكن اليوم غير. اليوم راح يكون يوم فيه كل شيء، يوم مشكل كذا، يوم في العطلة. يعني كيف تعرفون العطلة؟ الواحد يسوي كل شيء، كل شيء في العطلة يسوي. اليوم راح يكون، راح تعيشون معنا يوم كامل فيه كل شيء. بس قبل لا نبدا لا تنسون تضغطون زر لايك وسبسكرايب وكومنت شير والكومنت وفعل الجرس. لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعلون الجرس وتحطون لايك عشان نعرف انكم حبيتوا الفيديو حقنا. اوكي ويلا نبدا. لا والله والله زين نشاط اليوم فيكم. شوف تلعبون تسوون رياضة يا هيا. بدأت المدرسة كلها كسر اليوم. أمس ماما أمس أنا قاعد أقول لها إيش بقدر أسوي كذا بدون ما أمسك على ورق. أوكي هي جلست وقالت مرة سهل وسوت على قدام. قلت لها قدام سهل، يوم سوت كذا كانت بطي. لا تعليق، عادي تحش فيك ترى. كيف عادي تحش فيك؟ هي اللي بتاخذ ذنوب مو أنا. أنت قاعدة طيب تسمعينها. شو أسوي، هي بتاخذ ذنوب. طبعا اليوم بمناسبة العطلة مسوين مفاجأة للبيت كله. يلا تعالوا هيك أوريكم وش المفاجأة. اوكي لا دليل ممنوع غش. ها ترى انت امس في التحدي غشيتي غش، الناس كلها تقول جدليل غشاشة. ما في شيء اوكي اطلع اطلع الهدايا. الهدايا خذ الهدايا على الطاولة. حطها على الطاولة هدايا. يلا حط الهدايا على الطاولة. مريم يلا مسابقة. تبون نو تشيتنج. كنت كلها مسابقة بس شوفي غش طلعتكم برا تغشون. مريم انت سهلة، انت لا انت حلوة انت مسكينة. هذه مشكلة، هذه مشكلة. اليوم مسوين كبدة. تحبون الكبدة؟ الله كبدة. هيفا تحبين الكبدة؟ ليه؟ لازم اليوم نأكل الكبدة يا هيفا. اليوم ذوقين الكبدة. لا تخافون هذا ما له دخل. ذوقين اليوم الكبدة. لا. إلا بذوق اليوم كبدة. تعال تعال. ذوقيها بس ذوقيها يمكن تعجبك. ما لي دخل فيك، راح تذوقينها غصب. أوكي؟ هلاك. لازم تذوقينها، أنا وعدت المتابعين إنك تذوقينها اليوم. ذوقيها لازم. شوفي لا تقولين شيء مو حلو وانت ما ذقتيه. قلت ذقته ولا عجبني، كل سنه اذوقه. خذي ماني ضايقه. لا. لا لا ما يصير، انا وعدت المتابعين. لا ما يصير. خذي لا. صغيره قطعه صغيره. ما بي ذوقيها. انا شوفي ما احب اللي يقول ما عجبني، لازم يذوق اول قبل لا يقول ما عجبني. ما بي ذوقي وبعدين قولي ما عجبني. ما بي اذوق. انا قلت غصب ماني ضايقه. خلاص يعني ما انت ضايقه بدأكده. ذوقيها والله حلو طعمها. انا اللحم اللي يجيبونه بالذبيحه ويجيبونه كذا مع اكله وتجيبون لي كبده. خلاص على راحتك، انا كنت اتمنى انك تذوقينها عشان ايش ما تقولي شيء مو حلو انت ما ذقتي. ذوقي وبعدين قولي مو حلو. تبين تذوقينها؟ حلو. أنا في مسابقة راح أسويها مفاجأة فيها هدايا. المسابقة عبارة عن مكانس، كأن كلكم عارفينها وشايفينها. توقع أن كلكم عارفينها. مريم وقفي. لا مو مريم. هلو بليز. ما في كنس مسابقة، يعني توقفين المكنسة. مريم على طول تكنس، يعني توقفين مكنسة كذا لازم. مين اللي كنس أكثر يفوز. يلا هو كليب واو شوفوا وقفتها الثانية. شوفي توقف ولا مسابقتنا تفشل. وقفيها ماذا؟ لا اوه ايش بس كذا عادي. اصلا وقت بقول لكم عادي اشرح من المسابقة. ايه اوكي. طبعا بيكون في اربع اشخاص كل واحد عنده مكنسة. اوكي امسكي هذا مثلا ودوري كل واحد لازم يمسك مكنسة الثاني ما تطيح، ولو طاحت يخسر. طبعا يعني انا اقول مو لازم نثبتها، يعني مريم روحي حاولي تمسكين ذيك. مريم هلو مريم تستكشف المكان. روحي حاولي. بعطيك مريم بعطيك وحده البيت. مريم تبين وحده البيت؟ مريم تمسكي هذه بعدين روحي خذي ذيك. يوران جو بسرعه خذي هذه خليها. يلا مي هير. يلا واحد اثنين ثلاثه يلا قلت لي
نسوي تجربة الحين. يلا مريم يلا 1 2 3 طبعا هذه الهدايا اللي يفوز يختار هدية. يلا نفتح الهدايا. صالح يناظر الهدايا متحمس. هدية بعد. هذه الهدايا وفي مبلغ مالي طبعا بعد. من غير الهدايا في مبالغ مالية. يلا تحمسين. يلا جاهزة؟ جاهزة المسابقة؟ أدري إني بخسر يعني. ليش تفائلوا بالخير تجدوا؟ تفائلي عشان تنجحين تفوزين فيها. وهي طبعا لبست الجزمة عشان كذا يعني رياضة، يبيك شوي رياضة كذا عشان تسخنين. اوكي يلا يلا سوي كذا تسخنين شوي تفوزين. انا بمسك المكنسة. جاهزين؟ يلا. لا لازم احد يقول 1 2 3 ولا شوتر. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 لا ما طاحت ما طاحت. 1 2 3 2 3 طبعا اول جولة خسرت طيبة. الجولة الثانية يلا. يلا 1 2 3 1 2 3 المكانس عشان ايش تصعب لانه ما راح كذا حد يفوز لازم فايز. يلا يلا طبعا غيرنا المكانس عشان واحده منهم تخسر لنا. يلا هذه اصعب. يلا يلا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 يلا تيك وان جيفت. اي جيفت اوبنت. اختاري مريم. جاهزة؟ اختارت مريم هذه الجائزة. واو وش عطر والله مش عطر. نايس نايس كونجراتوليشنز. ثانك يو. طلع عليها هذا بنات. صالح اختار لي هذه ويت. افتحي انفتح بس انه اوكي. طبي 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 واو طبي. ويت انشاف هذا ديفا. ايوه
واو صابون انكب. او ماي جاد انكب. اوه صابون انكب. يلا معلش صابون وليفه. الله على هديتك الحيفه. هي فازت. هذه انا كنت ابي ساعه. خذيها خلاص. وريني وريني اياها. كنت ابي ساعه انا. طبعا الحين كلهم فازوا وباقي بس جنين وبرولي. وريني هيفا. وريني اياها. واو هذا طبعا هدية هيا مرة جميل. السبع ماريو بالدراي شامبو عشان برد. بس مريم لا تحطين. خذي اول مريم. ها خذي قولي كذا. بعدين مريم لا تحطين واجد. كم جنين هيلب عشان ما برد. حطي زينك يدينك ماي براذر. لا لا يدينك ميك لايك ذات. اي بعدين كذا كذا. مريم حاسه الدنيا. ميمو ما راح تسبحونه. لا يمرض بس علينا. ميمو ما راح تسبحونه. خلينا نجرب ماريو اول. هذه مريم شوفي لايك ذات عشان يروح داخل. عرفتي والله حلو ريحته حلو. ريحته حلو خلاص. لا تكترين ما عاد يصير في هذا. مريم ما يروح بعدين. ميمو هذا يقول مياو نظفة. ريحته خايسه. ماريو يبي له سباحه بس برد الحين ما نقدر نسبحه. لا تجد مريم سبحتي يا مريم. سايكس. ها وبعدين نحط الباودر هذا. شتو هذا بعد ينظفه. خلاص خلاص خلاص. اقعد اقعد فاضي ماري فاضي. خل ننظفك. اصبر اصبري. بروك ميسك. You need to remove the hair. وجهه لا تفوتكم. وجهه بس لا تفوتكم. ماي بوبي نصب. احلى شيء تاخذون ماري وتسوون اللي تبون هو نايم. تاخذونه هو نايم. لا تاخذونه هو صح صح. هو صح صح ما يخليك تزوجي. اوه جنس. ليه لازم الشعر هذا زايد عادي. الحين ننظف عيونه. ياي شعر. وجهه شعر زيادة بعد. وجهه معصب. لازم القطاوة يعتني الواحد فيهم. دائما تنظيف اذن، عيون. لا تكسرين حلقة. تمشيط يومي لازم. قص اظافر. ما يصير تخلونهم يجيهم بعدين عد يجيهم. هذه فطريات واشياء مره حرام تتعبهم. تقدرون عاد يلا عاد تعالوا فيهم. عاد جود بوي جود كات ماريو. قاعدين ياكلون بانكيك. هلكناهم باللعبة. ايش رايك باللعبة اللي قبل شوي؟ طيب رحتها اللي لعبناها تحت. ها؟ ما احب. ليش؟ ما عجبتك؟ وانتي هيفا. هيفا بعد بانكيك. حلوة. ايش رايك باللعبة؟ حلوة. كيف البانكيك؟ حلو. وصفة جديدة عاد مسويها. كأنها كذا كيك. كأنها كيك مرة يجنن. يا سلام الله. يلا عشان تلبسون بنطلع وديكم مشوار حلو مفاجأة. اوكي اوكي يلا يلا خلصوا اكل. انا بسار بسكو. قاعد يلعبون اللعبة هذه. هي هذه اللي لونها اخضر. ميسي ميسي صح ولا ميسي؟ والله ما ادري عنك. هي حشي حشي حشي. سالح يلا ايش تبغى تلعب؟ تعال. وين؟ ها هنا ما مسكرة هذه. سالح ايش تبغى تلعب؟ هنا مفتوح وين؟ مفتوحة؟ يلا سالح تبغى هنا؟ سكيري. تبي ادفنتشر ولا سكيري سالك؟ في شيء مرعب وشيء مغامرة.
Adventure? Okay. أربعين. ما في دبدوب. يلا حاولي. هذه اللعبة كلهم مع بعض شوفوهم مسدسات يفتحون اللحوم صالح الأحمر وهيفا أصفر وهيا أصفر وهيفا أخضر يلا 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 ذبحتوهم ها هيا ذبحتوهم هيا اللي فوق اللي فوق اخذ اكثر تكت فاز في اللعبه انت كم وريني تكت حقتك ما ادري سقطت ما اتوقع شوفوا شوفوا تخيلوا ان هيفا مفروض كم انت انا جايب 46000 هيا 34000 صالح 22000 وعطاهم هم وانت ما عطوك ولا شيء ها لا عادي يلا هيفا هيفا بتشوف سيارة الحين ها؟ تريد سيارة الحين ها؟ تعلمي السواقة عشان تكبرتي يلا 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 شلون؟ هنا يطلع هذا صالح قوة حبيبي قوة انتم اوه شرف المحل يعني ليه بعيد ما كان قوة هذا وقف صالح وقف عشان تسوي اقوى وقف صالح عشان تسوي اقوى يلا